دعونا الليلة نتحدث عن آفات الثورات العربية. لقد امتدح كثيرون ما يحدث في البلاد التي تطلب الحرية أو طلبتها، سواء في تلك التي حسمت ثورتها أو مطالب ثورتها الأولى، أو تلك التي لا زالت تسعى لذلك. ولكن لكل شيء إيجاب وسلب، هذه هي طبيعة الأشياء. ولا بد أن الثورات العربية مهما كان من قيمتها ومن امتداح الناس لها، لأنها في النهاية لن تخلو من بعض العيوب التي ربما إذا وجهنا النظر إليها كان ذلك في مصلحة هذه الثورات. العيب الأول هو الميل الطبيعي لأي حركة ثورية للعنف. الثورة نتيجة غضب، وبالتالي لا يكون العنف بعيدا عن الفعل الثوري. هذا العيب الأساسي في الثورات قد يتخذ شكلا دمويا أو قتاليا مثل حدث في ليبيا، أو شكلا ممتدا طويلا نزيفه لا ينقطع مثل ما هو الحال في سوريا، أو يتخذ شكل العناد الشديد والمواجهة التي لا نستطيع أن نرى من نفقها ضوءا في آخر النفق، وهو ما يحدث في اليمن أو ما جرى في تونس ومصر من تحقيق المطلب الأول أو المطالب الأولى لهذه الثورات، ثم ما انتهى إليه الحال من اضطراب شديد بعد ذلك. العنف قد يكون قتلا صريحا، قد يكون تدميرا لبنية الواقع، قد يكون جرأة على الهدم، وهذه من آفات ثورة، لأن كل عنف لا بد أن يولد عنفا مضادا. هذا العنف هو أحد الآفات الأساسية للثورات، ولا أقصد هنا ثورة بعينها، ولكن هي آفة لكل ثورة. ولو لم ينقبض الفعل الثوري العنيف بنوع من الرشد ومن المنطق، أصبح ما يهدمه أكثر مما يبنيه، أو بالأحرى صار ما يهدمه صعب بناؤه، لأن الكيانات الكبرى سقوطها يكون دوما مروعا. فلا بد أن نضع في أذهاننا ونحن نقول أن بعد هذا الثوران بناء، فلا نسرف القتل ولا نسرف الهدم ولا نسرف الاستسلام لهذه الحالة الغاضبة حتى تصير عمياء الغضب طبعا. ولكن لا يعني ذلك بالمرة أن يكون هذا الغضب بابا لإفساد ما لا يمكن إصلاحه على المدى القريب. ربما نعود في الأسبوع القادم إلى آفة أخرى من الآفات التي تهدد الثورات، أو بالأحرى تهدد دمار الثورات ونفعها للشعوب العربية التي نتمنى لها أن تخرج مما هي فيه بأقل الخسائر وبالممكن إصلاحه بعد حين.